ولمزيد من المتابعة ينضم إلي من القاهرة سيد عبد الباسط بن هامل المحلل السياسي. يعني هل لك أن تطلعنا على آخر التطورات فيما يحدث على صعيد الاشتباكات هناك؟ هو طبعا لازالت يعني المعارك مستمرة في المناطق التي ذكرتموها، وخاصة الآن في تقدمات للواء السابع المشاة الذي جاء من خارج المدينة طرابلس وجاء متقدم من مدينة ترهونة تحديدا لبسط السيطرة كانت في البداية على مناطق القريبة من مدينة ترهونة، تحديدا بداية من الشريط الساحلي، بداية من منطقة القرابولي، مرورا إلى بعض المناطق والتقاطعات، وصولا إلى مناطق قصر منغشير، يعني تحديدا من شرق إلى جنوب العاصمة طرابلس. هذه بمثابة القوس لتأمين العاصمة. بدأت القوات تتقدم قبل أول أمس رويدا اتجاه مناطق متقدمة اتجاه العاصمة. ليلة البارحة كانت الذروة في التقدمات، كان التقدم اتجاه منطقة صلاح الدين، هناك معسكرات مهمة واستراتيجية، يعني كانت هناك مفاوضات لوقف هذا التقدم، ولكن مع ساعات الصباح الأولى اليوم بدأت العملية العسكرية الواسعة للواء السابع مشاة، وتمكن من السيطرة على معسكر كان يتبع سابقا لقيادة اللواء 32، اللواء معزز القيادة العسكرية في النظام الليبي السابق، وهو معسكر مهم جدا الآن، وهو معسكر يسمى بمعسكر يرموك، الآن تمكن من السيطرة عليه، والآن هناك تقدم كبير جدا. الآن حتى عدد الضحايا ارتفع، أولا في صفوف المدنيين 4 ضحايا واثنين من كتيبة ثوار طرابلس، عدد الجرحى ارتفع أيضا وصل إلى 10، وهي كحصيلة أولية الآن تحصلنا عليها من بعض المستشفيات في مدينة طرابلس. وهناك حالة أيضا استنفار داخل المجلس الرئاسي، يعني أحمد معتيق يعقد الآن اجتماعاته مع وزير داخليته ووزير خارجيته للاطلاع على آخر مستجدات الأوضاع، ويبدو أنهم في حيرة من أمرهم. أولا هذه المجموعات المسلحة الكل الآن هي منضوية، معروفة أنها تستمد شرعيتها من وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، وأيضا وزارة الداخلية في حكومة الوفاق في الحكومة نفسها، وبالتالي هذه مسألة يجب الوقوف عندها. أولا التعايش الذي فضله فايز السراج وهو يغيب اليوم عن العاصمة طرابلس، في خارجها في لندن موجود، هو الذي فضل التعايش مع هذه المجاميع المسلحة، وقلنا سابقا ومرارا وأكدنا عليه أنه لا يمكن الاتكاء على هذه العصا الميليشياوية، لأنها عصا فوضوية ارتهن لها القرار السياسي في العاصمة طرابلس. وأيضا تحدثت عنها البعثة الأممية في الأيام الماضية، قالت أن القرار السياسي مختطف من قبل المجاميع المسلحة، من قبل الميليشيات المسلحة، وأكدت عليه كثير من مؤسسات الدولة في اجتماعاتها مع الأطراف الدولية، أكدت أنهم دائما يتعرضون للابتزاز، يتعرضون لعملية الخطف، يتعرضون دائما للترويع. أهاليهم حتى الموجودين في طرابلس يعرفون ذلك، يعني كتيبة النواصي وكتيبة ثوار طرابلس أكثر الكتيبتين اللي ينضوي تحتها عدد كبير جدا من قيادات الميليشيات والأفراد الغير منضبطين، خرقوا كل القوانين الأمنية وكل القواعد العرفية العسكرية، وهم الآن خطفوا ويخطفون العاصمة طرابلس، وبالتالي هذا ما استدعى إلى هذه التطورات الخطيرة جدا على تخومة طرابلس. وباعتقادي أنه ما لم يكن في تهدئة، أولا حياة المدنيين في عرضة للخطر، لأن هناك أسلحة ثقيلة يتم استخدامها، الدبابات، الأسلحة المتوسطة، السيارات الرباعية، يعني أسلحة يتم استخدامها في مناطق يعني ضيقة جدا مكتظة بالسكان. تتحدث إذا ما كان في تقدم ما بعد صلاح الدين ستكون في منطقة الهضبة، وبالتالي هذه تعرض حتى لمناطق يكاد فيها يعني أكثر كثافة سكانية وفيها ارتفاع أكبر سكاني في داخل العاصمة طرابلس، وهذا يلتزم به الآن الأطراف الدولية بالدرجة الأولى، البعثة الأممية، المراقبين الدوليين، للحفاظ على أولا حياة المدنيين وتجنيب العاصمة مثل هذه المشاكل وهذه المعارك، وأيضا تقييم الوضع من ناحية سيطرة ونفوذ هذه القادة الميليشيات مثل هاشم بشر ويعني قادة آخرين، هيثم التجوري وغيرهم. الحقيقة للأسف هؤلاء أصبحوا متصدرين للمشهد واختطفوا البلاد، وبالتالي لا يمكن أن يتركوا في حالهم بهذه الطريقة إذا لم يكن في أولا عقاب داخلي وخارجي. اتضحت الصورة. أشكرك من القاهرة السيد عبد الباسط بن هامل المحلل السياسي الليبي، كنت معي.